سؤالنا اليوم، كثير من الناس يمارس رياضة السباحة ويود أن يستمر في شهر رمضان، لا أن ينقطع في شهر رمضان، فما حكم ممارسة السباحة والغوص في نهار رمضان؟ العلماء في هذا استدلوا بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقالوا الإنسان يستنشق الماء ويبالغ في الاستنشاق، لكنه في الصيام ينبغي أن يتحرز من أن يدخل الماء إلى جوفه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التبرد، أجاز أن يغتسل الإنسان للتبرد، أجاز أن يعني يبل الإنسان جسده من أجل تخفيف وطأة الصوم في نهار رمضان. فمن جعل السباحة والغوص من الباب الأول، من باب عدم المبالغة، كره السباحة والغوص في نهار رمضان حتى لا يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف. ومن قاس السباحة والغوص على الاغتسال والتبرد والطمس في الماء من أجل يعني تخفيف وطأة الصيام، أجاز السباحة والغوص، والأمر واسع ولا حرج فيه ما دام الإنسان يستطيع أن يكف الماء عن جوفه ويستطيع أن يكف الماء عن حلقه، فإنه يجوز له أن يسبح ويجوز له أن يغوص، والإسلام لم يحرم ذلك على الإطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى سواء السبيل.